الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، وأرحب بكم في إحاطة إعلامية جديدة لحكومة الإمارات. اتبعت حكومة الإمارات نموذجاً فريداً من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار مرض كوفيد-19، وذلك من خلال توسيع نطاق الفحوصات والتتبع النشط للمخالطين وإقامة مراكز مخصصة للفحص في مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية ومنشآت العزل الصحي، ودفع مجتمعها العلمي لدعم الأبحاث العلمية والدراسات للتصدي للفيروس. ومن خلال إحاطتنا الدورية نسعى إلى تسليط الضوء على هذه الجهود وإطلاعكم على آخر الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى الإحصائيات الخاصة بمرض كوفيد-19 في الدولة وآخر مستجدات الحالات، حيث يواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول وفي مختلف الجهات والمراكز الصحية خطة الفحص والكشف الوطني، والتي انعكست اليوم من خلال إجراء أكثر من 32 ألف فحص جديد على مستوى الدولة. كشفت هذه الفحوصات عن 568 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى الرعاية الصحية حالياً، وبذلك يصل مجموع الحالات في الدولة إلى 39,376 حالة. ونعلن لكم اليوم أن حالات الشفاء وصلت والحمد لله إلى 22,275 حالة، حيث سجلت الجهات الصحية اليوم 469 حالة شفاء جديدة. ويؤسفنا اليوم الإعلان عن وفاة 5 أشخاص من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد-19، تغمدهم الله جميعاً بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان. بذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 281 شخصا. ومع هذه الأرقام يصبح عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والتي ما زالت تتلقى العلاج 16,820 حالة. نتمنى الشفاء العاجل لهم جميعا بإذن الله. إخوتي وأخواتي، حكومة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها كان هدفها منذ اليوم الأول لأزمة مرض كوفيد-19 الحفاظ على صحة وسلامة شعب الإمارات بصورة عامة، سواء من مواطنين ومقيمين، والحفاظ على مجتمع تسوده الإيجابية والاستقرار وينعم فيه المواطن والمقيم بالصحة والسلامة. ولعلنا نذكر جميعا كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، والتي بعث من خلالها رسائل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث قال سموه: إذا كانت الأمم تتفاخر بأهلها وسكانها، فنحن في الإمارات نفخر بمواطنينا والمقيمين على أرضهم ونتشرف بخدمتهم، ونحن محظوظون بوجودهم بيننا ومشاركتهم هويتنا. هذه الكلمات كانت تحمل رسالة محبة وتقدير للمقيمين على أرض الإمارات، تحمل في دلالاتها أيضاً قيماً إيجابية تؤكد أن دولة الإمارات هي وطن التسامح وبلد الجميع، وأن المقيمين على أرضها لهم كل الاحترام والتقدير، فهم ينتمون إلى وطنهم الثاني. وجاءت القرارات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في ظل الظروف الحالية لدعم هذا التوجه، ولتستهدف المواطن والمقيم على حد سواء، ومنها إعادة المواطنين بسلام إلى أرض الوطن، وإجلاء الزائرين أو الراغبين بالعودة إلى أوطانهم، وتطبيق نظام العمل عن بعد في مختلف المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص، ونظام التعليم عن بعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتنفيذ برنامج التعقيم الوطني في مختلف إمارات الدولة، والعودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية
بالإضافة إلى تسهيل العديد من الإجراءات الحكومية وتوفيرها إلكترونياً. كما جاءت المخالفات والإجراءات القانونية ضمن هذا السياق ليتم تطبيقها على المواطن والمقيم على حد سواء ودون تمييز، فتم مخالفة غير الملتزمين بأوقات الحظر والذين يقيمون التجمعات والغير ملتزمين بإجراءات الحجر الصحي المنزلي أو الحجر في المنشآت الخاصة والذين لا يلتزمون بلبس الكمامات وغيرها من المخالفات التي قد يكون لها عواقب وخيمة على المجتمع وتطال المواطنين والمقيمين. ولكن هذا لا يمنع أن المواطن كان ولا يزال على رأس أولويات الحكومة وهدف جميع استراتيجياتها ومبادراتها وبرامجها ومحور جميع خطط التطوير والتحسين المستمر، وهو بالتأكيد أيضا محور اهتمامنا الرئيسي خلال الأزمة. صحته وسلامته هي أساس عمل مختلف الفرق وجنودنا في خط الدفاع الأول. وأخيرا، نحن على يقين بأن المواطن الإماراتي قادر على أن يعكس بسلوكياته والتزامه قيم وأخلاقيات مجتمع دولة الإمارات، وأن يكون المثال لمجتمعه والنموذج في الامتثال لكافة القرارات وتطبيق جميع الإجراءات التي يتم الإعلان عنها. السادة المشاهدون والمستمعون، المخالفة تبقى مخالفة مهما كانت جنسية مرتكبها، فهي بالنهاية لها نتيجة واحدة: تعريض حياتنا وحياة أحبائنا والآخرين في المجتمع للخطر. والتزامنا مواطنين ومقيمين يجب أن يكون نابعاً من حبنا لهذه الأرض ومن إحساسنا بالمسؤولية تجاهها ورغبتنا الأكيدة بمشاركة قيادتنا وأبطالنا العاملين في خط الدفاع الأول مهمة التصدي لخطر هذا الوباء. ونشدد أخيراً إخوتي وأخواتي على ضرورة الاستمرار بالإجراءات الوقائية واتباع أسلوب حياة صحي وقائم على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي وتعزيز الجوانب النفسية، لتكونوا بإذن الله بخير من أجل سلامتكم وسلامة وطنكم، ودمتم بإذن الله آمنين.